أوائل قرى الهدام والشذيرية في قضاء الميمونة بمحافظة ميسان جنوب العراق يخلون منازلهم التي غمرتها مياه السيول القادمة من إيران. دعونا نشاهد. احنا الآن في منطقة الشذيرية في قضاء الميمونة. هاي الإخوان صار لهم 10 أيام بهالحالة، الماي وصل لبيوتهم وبانتظار المساعدات والخيم، وصلتهم بعض الخيم بالجانب الآخر، لكن البقية لم تصل أي مساعدات أو خيم، وهم بحاجة إلى ماوى. بن عمي سولف لي وضعيتكم، شلونكم، أخباركم؟ والله إحنا ما لنا ولا. والله الماي هي تشوف دمر بيوتنا، هاي والله بيوتنا بالنسبة ثمينة. بين الأدنى والما عدنا عليهن وطق الماي. هات تشوف بعدين. إيش قصار صاركم بهالحالة؟ 10 أيام صارنا. ليل كم نهار كم شلون؟ بالمأساة يعني، تعال. واجباتنا. منطقة الشذيرية هاي قضاء الميمونة؟ اي منطقة الشذيرية.